يحكى أن أميراً شاباً كان يريد الزواج من فتاة على قدر من الأخلاق، فأمر بإصدار مرسوم ملكي يطلب فيه من كل شابة ترغب في أن تكون عروساً له الحضور إلى القصر الملكي البديع يوم غد. في تمام الساعة 8 صباحاً جاء اليوم الموعود، واحتشدت الفتيات في ساحة القصر كل في أبهى طلة لها، ووقف الأمير وحياهن ونادى بهن وأخبرهن بأنه سيعقد مسابقة ستتوج من تفوز فيها ملكة على عرش قلبه، وبأنه سيعطي كل فتاة منهن حوض زراعة فيه بذرة، وطلب من كل واحدة منهن أن تعتني بهذه البذرة بطريقتها على أن تعود إلى هنا بعد شهر من اليوم. أخذت الفتيات أصاص الزرع وغادرن متفاجئات بهذه المسابقة الغريبة، وكانت من هذه الفتيات فتاة جميلة تدعى ماريا، وأضبت ماريا على سقاية بذرتها وعنايتها بجد، لكنها لم تلاحظ نموها طوال الشهر أبداً، فقررت أنها لن تذهب إلى القصر يوم غد لأن بذرتها لم تنمو، إلا أن العمة ديانا أقنعتها بضرورة الذهاب، خاصة وأنها بذلت كل ما يمكنها من مجهود للعناية بهذه البذرة. ذهبت ماريا إلى القصر بحوضها الخالي من النبات، وكلها خجل وهي ترى ما تحمله الفتيات من نباتات مختلفة الأشكال والألوان بأيديهن. همت ماريا بالعودة إلى البيت والدموع تغالبها، إلا أن الوزير الذي كان يتجول في الساحة طلب منها أن تصعد معه إلى المنصة لتقابل الأمير. ذهلت ماريا وصعدت معه مضطربة إلى المنصة. حياها الأمير وقال: لقد أمرت الوزير بإعطاء كل فتاة منكن حوض زراعة فيه بذرة فاسدة لأرى ما ستفعلون بها. فاستبدلت الفتيات البذرة ببذرة أخرى للفوز بالمسابقة، إلا أن ماريا هي الوحيدة التي منعتها أمانتها من فعل ذلك، فأبقت الحوض على ما هو عليه. وعليه أعلن الأمير فوز ماريا بالمسابقة وطلبها للزواج منه وسط ذهول الفتيات المخادعات جميعاً.